معانا دلوقتي تقرير الحقيقة التقرير ده بيأكد كمان على الحرص الشديد على الاهتمام بثقافة الطفل خاصة خلال فصل الصيف والأجازة. التقرير اللي معانا دلوقتي عن انطلاق معرض زايد لكتب الأطفال، وده للمرة الأولى تحت شعار أطفال زايد يقرؤون في الصيف، وده بمشاركة عدد كبير جدا من كتاب وناشري كتب الأطفال. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع لحضراتكم. طبعا الفعاليات النهارده فعاليات تدعو للفخر وتدعو للسعاده ان في معرض للطفل بالشكل المميز ده، في تنوع في المعلومات، في اختيارات كتيره للاطفال يقدروا من خلال ان هم يتابعوا، في امكانيه ان هو يوصل للكتاب عن طريق الباركود موجود في كل مجله او كتاب، فده شيء طبعا مميز جدا. والاهتمام طبعا بالنشء بيبقى هو الحياه وهو امتداد المستقبل، زي طبعا ما دايما في فخامه الرئيس بيدعو ان احنا نهتم بالشباب وبالاطفال بشكل عام، بحيث ان هم دول الاساس اللي بتبنى عليه الامه بشكل عام. يعني احنا طبعا كهيئه مجتمعات ممثلين في جهاز الشيخ زايد بنعمل دعم لمثل هذه الانشطه، ودايما يمكن جهاز الشيخ زايد سباق في ان هو بشكل مستمر بيبقى في معرض سنوي بالتعاون مع مؤسسه زايد للخير اللي احنا طبعا بنتقدم لها بالشكر على مجهوداتها. معرض الطفل للكتاب دي ثامن دوره لي، ثامن سنه بيتعمل فيها المعرض، إن شاء الله محافظين على كده ومستمرين. طبعا كلنا عارفين أهمية القراءة بالنسبة للنشء الجديد، بصراحة كان بعدت الفترة اللي فاتت ولادنا وبناتنا الصغيرين عن القراءة والكتب وكده، فاحنا بنحاول نشدهم تاني ونقول لهم إن القراءة هي الأساس، هي اللي بتطلع الجيل، أو هي دي الأساس اللي بيبني عليه الجيل اللي هيبقى هو بقى مستقبل مصر بعد كده إن شاء الله. المعرض طبعا فيه 40 ناشر على مستوى جمهورية مصر العربية بالكامل، في كافة أنواع الكتب، بكافة الأعمار السنية المختلفة للأطفال. حبينا ان احنا نكون متواجدين في المعرض، طبعا معرض الاطفال، نكون جزء من ان احنا نساعد الاطفال والاب والام كمان ان هم يقضوا وقت بعيد عن التليفون في حاجه مفيده، سواء قراءه، العاب مثلا تفيدهم وحاجات زي كده. في كتب للكبار عامه تربويه تساعد الاب والام، وفي من اول مثلا شهور لحد 18 سنه حاليا في المعرض. يعني جاي النهارده المعرض علشان اشتري كتب واعرف اكتر عن المعارض والحاجات اللي مصر بتعملها عشان شباب مصر، وجاي اشوف القصص اللي هي مثلا عن تاريخ مصر زمان واعرف تاريخ مصر. وهنا في طبعا الاسعار يعني حلوه وكده، وجاي اشوف برضو قصص ان هي عن الروايات وكده، ان انا مثلا احنا دلوقتي في اجازه فاعرف الروايات عشان زهقان مثلا في البيت بدل ما افضل ماسك التليفون وكده. احب اشوف ان يبقى في اكتر حاجات للشباب الصغيره او اللي هم الشباب اللي بيحبوا الروايات وكده، مش قصص بس عن يعني تاريخ مصر وكده، نعرف حاجات تسلينا يعني، تحكي مثلا عن روايه عن حد بيعمل حاجه وقصص مشيقه. جاي عشان اجيب كتب عشان اقراها واستفيد. عرفت المعرض من عن طريق ماما هي اللي قالت لي. الكتب اللي عجبتني المغامرون الخمسة ومجلدات ميكي جيب